أنا لما نزحت على القاهرة وقابلت فاتنة المعز لدين الله الفاطمي. لو أصالة غنت سيدي وصالك مثلا، تمام؟ تقول إيه؟ سيدي وصالك زاد علي حنيني ندلي دلع حالك. لو لعبت يا زهر وتبدلت الأحوال وركبت أول موجة في سكة الأموال. يا مجنون مش أنا ليلى وعلى بنسمة هواك ميلة، عايزني أقول بحبك لي بحبك بس مش قايلة. رجب أنا جوزي خني رجب وده هيجنني رجب ادي له بنية رجب. يعني بتحسيه قريبة؟ الحمد لله أنا راجل وشخ إني جيت هنا أساساً. هذه شوية ناس كده على تويتر كانوا يقولوا إنه قصف الجبهات يفسد الصيام. إيه كيف يفسد الصيام؟ ما يفسد الصيام. وكيفي؟ كيفي؟ كيفي أنا كيفي؟ رمضان جانا وفرحنا أبو بعد غيابه وبقاله زمان. قد الهموم اللي فسد ولا عارف قلبي فين حبيبه ولا عارف قلبي فين نصيبه بياخده شوق وشوق يجيبه.